السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. شهيد مواطن جزائري يتكلم عن ظاهرة البنات الذين يبيتون في الإقامة الجامعية، تابعوا معنا هذا الفيديو. الظاهرة هذيك اللي رانا نشوفو شاك 3 موا شاك 2 موا طفلة تموت تنتحر ولا تموت بالغاز داخل الجامعات هذو وين يباتوا البنات. خوتي أنا بنتي والله ما نبعتها تقرا في الجزائر، أنا نهضر على روحي الله يسهل، والله ما نبعتها تقرا باسكو راني نشوف فيهم ساكن كيفاش راهم عايشين. وزعما واش حتدخل جاك انت انجينير؟ ما كاش لي فاك في هذوما الولايات. لا خاوتي، شوف انسان لازم يخمم. طفله كي تجي هنا وحدها ما قلت تكون عاقله مدينه، كاين دي اب بشري هذه وحده كاين عيب. وشوف تخرج على السيطره تاع والديها راح تنحارف، لا يديك لا يجيبك. ما تقول لي والو، صح كاين بنات فاميليا ورانا نشوفهم، مي رانا نشوف على فيس واحد اخرين كيفاش طفله شنقت روحها. علاش واش عندها مسكينه هذه؟ علاش دارت هكذا؟ انا نطلب حاجه، تبعت بنتك اهبط معاها خويا، الدوله توفر كاين هذوك وين يباتوا شومبره هي ولا باباها ولا هي ويماها، يطلع ربع ايام يقعد معاها ومن بعد يطلع ومن بعد يولي، المهم يقعد بين عينيه وش يدير. يا خوتي ما كانش مازلنا حنا هنا في ارجي سونت كاين بنات ما عرفش يقراو في الجامعه، ما واش ما فهمتش انا دوكا في الولايات هذو سونسيتي الولايات ما كانش لي فاك، ما كانش اسيبوا ولينا هكذا ولينا شغل النفس هكذا ماشي. مسكينه طفله وحده ضربتها طوموبيل وحده راني نشوف انا نقرا انا نسكن في رويسو كاين وين يباتوا البنات مساكن، والله غير يغيضوني من ذاك. ما عندهمش واش ياكلوا، يجوا عند فاست فود هكذا يبداو يحسبوا 2000 كذا انت واش تاكلي كومان، صحهم يعطيو لهم ياكلوا الدوله تاعنا. ولكن لا طفلة تسحق امورها، تسحق لبستها، تسحق تبدل، تسحق عفايس داخليه. انا ما كاينش من هذاك، انت بنتك تبعتها 3 شهور تقرا في الجي، كاين اللي يستغلهم، كاين لحظه ضعف تركب معك شي واحد يوري لها 200,000 مسكينه تطمع. اقسم وهذه ماشي معناتها خارجه طريق، الله غالب انا الله غالب هذه هي. انا شو جو سوي كونتر، خلاص هذيك زعما تقرا في الجي، ابعت معها خوها، دبر راسك، بعت معها خوها باباها، بعت معها يماها تريح 4 ايام وتطلع. انا نشوفو فيهم زواوله اقسم بالله ما عندهم، انا نشوفو ولي تجي مليحه تخرج الطريق حاشا اللي ما استاهلهاش، ولي تشد بالك هذه الطفله هذه اللي انتحرت عندها كاش سر هكذا، تخنقت مسكينه صابت روحها وحدها ما على باليش، تشومرت ما حوستوش تفهموا علاش. حنا هكذا ارمي بنتك انت، انا بنتي تروح تقرا ناس شهرين، اسمعوا انتوما بناتهم في ديورهم وتضل دير في اللايف وكدايا وفي التيك توك وتخرج لك وكدا، خلونا ترونكين. خمم شويه يا اخي العزيز، انا بنتي لا قرات، كي ولات هكذا ويموتوا والناس تستغلوا، والله لا قرات، والله ما قريتها، تقرا قدام عيني وندير لها ستاج قدام جد عيني. انا راني مجرد مواطن بسيط، عطيت راي باسكو غادتني الطفله اللي ماتت، وحده ضربتها طوموبيل، وحده ماتت بالغاز، وحده خنقت منك. لا انت تبعت بنتك راخدين انت ومرتك في الدار، ها زعما زوالي على حنا مرثين هكذايا، وانت بنتك 4 شهور وهي في الجزائر ما على بالكش كاع واش يدير. حاشا لي ما استاهلاش، ما ترنكوش عليا زعما ما تجمع، حاشا لي ما استاهلاش، ما تعيوناش. هذه هي هذا الميساج راني عطيته، غادتني هذيك الطفله. خويا قاردي بنتك عندك ولا حبط معها كري، دبر راسك، عس بنتك قدام عيني الناس، قدام عينيهم بناتهم وهكذا كيجيو يخطفوهم يخرجوا لهم معاهم يستغلوهم. الطفله ضعيفه لحظه ضعف هذه هي، الله يرحمها اختنا اللي ماتت، انا لله وانا اليه راجعون. السلام عليكم.